ظلم تو سنة من أحيى الله لا بائلا أنشتكت قدما كل رب ورمي وشد من سغبين أحشى أبو بطبا تغتغ جارتك مدرف الأدمي ورعبدت الجبا يشم من ذهبي عن نفسه فأرى فأي مشبني يا مولاي سلم سلم دائما أبدا وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تدعو على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولا لم تخرج نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم وواقفون لديه عند حده من نقطات القلب او من شكلات الهكم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيب بريء النسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
خيره باشر تامن إلامي وإن فضل رسول الله ليس له حد فيغرين بأن غناتكم بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا هلا حبيبك هاي بالخلق كلهم لم ينتهي النبي ما تريل عقول به إرسل آلنا فلم ترتب ولم نهم صلاة من نوره